عبد جبيرة ليما ما بيضي ما بيضي كرجع الكرة بدر إلى جانب محمد أو الحاج لقاء الذهاب اللي يعني تابعنا إشراك لاعب الكحل هذه فرصة فرصة هدف جميل للرجاء هدف جميل للرجاء بطريقة ممتازة تمريره وتسديده قويه تعانق شباك الحارس ابراهيم سليمان ابراهيم سليمان ما تمكنش من ابعاد الكره غنتعرف على الموقع اعتقد عبد الاله الحافظي يعني اكيد هدف جميل اللي فرحه كبيره ديال جماهير الرجاء وبالتالي هدف من جديد يشعل المدرجات الجانبية لجماهير الرجاء وأكيد لاحظوا التمريرة بالفعل الحافظي ما خلاش الكرة تنزل يسدد على الطاير ويضع الكرة في شباك الحارس إبراهيم سليمان جوج لواحد للرجاء